ببساطة مشاهدينا الكرام، إحنا ليه بنحتفل بمرور 48 سنة على حرب أكتوبر؟ بنحتفل وبنحتفي بأبطالنا وبشهدائنا، بنحتفي برجوع الأرض اللي هي عند المصريين بالضبط زي العرض، زي ما العرض لا يمكن يتمس، الأرض كمان لا يمكن تتمس. بنحتفل علشان المصريين قدموا نموذج للعالم كله في الوقت ده. بنحتفل لأنه كان في حالة من التوحد بين الجيش المصري والشعب المصري، الشعب المصري اللي وقف سند وظهر وكان بمثابة جيش تاني للجيش اللي كان في المواجهة، كان في المقاومة، كان على الحدود. الشعب المصري اتحمل ظروف اقتصادية صعبة في الوقت ده، الشعب المصري كان بيقف بالطوابير علشان يتبرع بدمه، قدروا يعملوا مستشفيات ميدانية. الشعب المصري في الوقت ده كان نموذج وملحمة قدمها للجيش اللي كان في المقدمة وفي المواجهة. تفاصيل كتير قوي نقدر نقولها من خلال حرب أكتوبر، اللي هي في الحقيقة الانتصار فيها مستمر لغاية هذه اللحظة اللي احنا عايشين فيها. هنتكلم أكتر مشاهدينا اقتصاديا وتأثير هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية على مصر وعلى العالم، لأن هي فعلا كان ليها تداعيات كبيرة وتبعات على العالم كله. دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، بنرحب بي وكل سنة وحضرتك طيب. كل أهلاً. سنة وحضرتكم طيبين وبخير، وصباح النصر علينا كلنا. صباح الخير. ودايما الانتصارات مستمرة. صح. والإنجازات مستمرة، وده يمكن اللي احنا بنأمله في نفسنا والإصرار والعزيمة المستمرة. صح. فينا، لأن احنا بنحتفل مش بـ 6 أكتوبر ده، احنا بنحتفل بملحمة كبيرة جدا احنا قدرنا نحققها، والعالم كله بيقدر وبيشهد فعلا على الإنجازات اللي احنا مستمرين بيها، وده جزء مهم. ازاي ان الإنجازات ديت ما تتوقفش عند حقبة معينة أو وقت معين، لا، الإنجازات دي ازاي ان هي تكون مستمرة، مش مستمرة بس في الشأن العسكري، ولكن في الشأن العسكري وشايفين الشأن الاقتصادي، التطور في الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي، وبالتالي هو دوت اللي يحسب للدولة المصرية، ازاي ان مهما كانت الصعوبات ان هي مستمرة وعندها العزيمة والإصرار انها تكمل وتحقق إنجازات وتقدر ان هي تبقى في وضع أفضل، في وضع تستحق. صحيح. دكتور علي، بعد طبعا اهلا وسهلا ومنورنا. سينا للاسف يعني في وقت طويل من بعد ما استردناها كامله في الثمانينات وبعد حرب في 73، يعني في مشاريع يعني بسيطه على ما اسم كده حصلت فيها زي ما بيتقال، لكن شفنا في اخر 5 سنين شغل بجد بيحصل في سينا. بداية أي تطوير لازم يكون في عندك وسائل نقل وتحرك من وإلى. عايز أبتدي من الشرايين الجديدة. إحنا عندنا النهاردة 6 أنفاق بتودي لسينا وبترجع منها إلى جانب الكوبري الموجود في الشمال، كوبري الفردان اللي كان موجود من قبل كده. الأهمية الاقتصادية اللي بتوفرها لنا هذه الأنفاق عشان أقدر أحافظ على المكتسبات اللي الناس عملتها سنة 73 والدبلوماسيين عملوها في الثمانينات. طيب، خليني ابدا كلامي بان انا يعني استعين من حضرتك جمله مهمه جدا خاصه بي، احنا بنعوض سينا عن السنين اللي فاتت، وده جزء مهم يعني لازم نبدا بكلام، لان احنا لما نيجي نقيم حجم المجهود اللي الدوله بذلته خلال ال6 سنوات الماضيه على وجه التحديد، لا، هو جهد غير عادي. وانا لما قارن ال6 سنين دولت بمجهود بذل في ال30 عام، لا، اكتر بكتير جدا جدا. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن تكلفه مرتبطه بالتنميه بدات في بدايه الامر في كخطه مبدئيه حوالي 600 مليار، احنا دلوقتي بنتجاوز ال700 مليار جنيه، وهو رقم ليس بالقليل في حجم الاقتصاد المصري. بنتحدث عن مشروعات تجاوزت ال6300 مشروع، بنتحدث عن استثمارات حكومية ما يقارب من 290 مليار جنيه، كل دوت اهتمام بجانب الدولة. احنا كان عندنا اشكالية مرتبطة بان مساحة شبه جزيرة سيناء ما يقرب من حوالي 6% من مساحة مصر، ما كانت للأسف الشديد مش مستغلة استغلال الأمثل، وده اللي دخلنا بعد كده في مشاكل أمنية ومشاكل إرهاب وخلافه، والدولة اختارت ان هي تحارب الإرهاب ده بسلاح
التنمية، مش بس بالسلاح التقليدي أو الجانب العسكري فقط. سلاح التنمية دوت يعمل إيه؟ يعمل حاجتين مهمين جدا. جزء منه مرتبط بتحسين مستوى معيشة أهالينا في سيناء، وده جزء مهم جدا، بجانب إزاي إن أنا أجعلها قيمة مضافة للاقتصاد المصري أقدر أستفيد منها، في ظل كمان إن المنطقة دي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بأنها متوفرة فيها كافة المواد الطبيعية، تقدر إن هي تخدم قطاع الزراعة، تقدر إن هي تخدم قطاع الصناعة، قطاع السياحة، وبالتالي من هنا بتيجي الإضافة، فكرة التنوع إن هي أقدر أستفيد منها في كافة القطاعات. الدولة علشان تهيئ مناخ الاستثمار هناك كان لازم يبقى فيه محددات رئيسية، جزء منها مرتبط طبعا بالجزء الأمني إن يبقى فيه نوع من أنواع الاستقرار، بجانب الجزء الخاص بالبنية التحتية. البنية التحتية ديت مش القطاع الخاص اللي هو هيعملها، يعني ما فيش قطاع خاص هيقول إيه لا ده أنا هعمل نفق، ده أنا هعمل كوبري، ده أنا هعمل، لا هو القطاع الخاص او المستثمرين لازم يلاقوا مناخ استثماري يقدر ان هو يشجعهم على الاستثمار. الدوله بدات بكده، بدات ان هي تهيئ مناخ الاستثمار هناك، ابتدت تدي حوافز وضمانات مهمه جدا، ابتدت ان هي تتحرك على موضوع الانفاق، لان الجزء كمان مهم جدا لعمل الانفاق ديت هو تقليل التكلفه وتقليل الوقت، وده جزء المستثمر بيحسبها، بيحسب الوقت ده بالنسبه له تكلفه، المخاطر اللي كانت موجوده على الطريق. احنا مش عاوزين ننسى ان احنا الفتره اللي فاتت احنا تحسننا اكتر من 90 مركز في جوده الطرق في تقنيه تنافسيه، وده كمان مش يعني جزئيه مهمه، مش فكره ان انا بنشئ طريق وخلاص، لان احنا كان عندنا فتره على فكره كده كنا بنعمل طريق وبعد كده يعني مش هقول سنه، ده ممكن اسبوعين ثلاثه ونرجع نصلح المفصلات بالظبط، وده على فكره كانت تكلفته بتبقى اكبر بكتير من انشاء الطريق. فاحنا بنتكلم على انشاء طرق، جودة طرق، مواصفات عالمية، المشاركة مع كبريات الشركات على مستوى العالم في الإنشاءات، خبرات مصرية ابتدت تبقى موجودة كمان، بيت ان انت كمان تتحول في مصر كبيت خبرة عالمي في البنية التحتية وفي مجال الطرق، ويتم الاستعانة بالشركات المصرية، شفنا الفترة فيها في عديد من الدول، ده كله بينعكس على الجزء الخاص بتهيئة مناخ الاستثمار. يبقى احنا اتحركنا على الأنفاق، على الجزء الخاص بالطرق، تطوير المواني، مش كده وبس، لا ده احنا كمان في اجزاء مهمه جدا ونقاط مهمه ابتدينا نتحرك عليها، جزء مرتبط بقطاع الصناعه، ابتدينا قطاع الزراعه برضه نتحرك عليه، وبرضه الدوله ما بتنساش الجزء الاجتماعي، ازاي ان احنا يبقى عندنا اسكان اجتماعي لاهالينا في سيناء، ازاي ان احنا ننشئ مدن جديده، نتكلم عن ما ياخد من حوالي 6 مدن جديده تبقى موجوده، وده جزء برضه مهم، انا عاوز اعمل نوع من انواع التوسع العمراني. لما الدولة ابتدت تتحرك في هذا التوسع وابتدت ان هي توفر البنية التحتية، ابتدى المستثمر يشوف المنطقة هناك، لا طب ما احنا نضخ استثمارات، طيب هو اللي بيشوف المنطقة هناك ديت مستثمر مصري بس محلي بس، لا المستثمرين كمان العرب والاجانب ابتدى ان هم يزوروا هناك، عشان كده لما نبتدي نشوف ونسمع الصناديق السيادية من دول شقيقة زي دولة الكويت الشقيقة ازاي ان هي ابتدت تنظر للاستثمار هناك، المملكة العربية السعودية، الامارات وغيرها من الدول ان هي تستثمر في سيناء ومش في منطقة بعينها، يعني مش بتحدث بس عن جنوب سيناء، لا ده احنا كمان شمال سيناء ووسط ازاي ان هو بقى خلاص بقى في اهتمام بشكل واضح لضخ الاستثمارات هناك. طيب دكتور علي، يمكن حسام لما سأل حضرتك يعني هو بدأ من الآخر، بدأ من اللي احنا فيه، من الحاضر اللي احنا عايشينه، المستقبل، الأنفاق جزء من كل، التطور في مجال الزراعة والصناعة وغيرها جزء برضو من كل. علشان نحلل احنا وصلنا لكده ازاي، لازم نعرف فكرة الجينات اللي احنا ورثناها من الجيل اللي فات والجيل اللي قبله. لازم نتكلم زي ما قلت في البداية وفي المقدمة انه الظروف الاقتصادية اللي عاشها الناس في حرب أكتوبر قد إيه كانت ظروف صعبة، وقد إيه الجينات دي موجودة عند المصريين، قد إيه هي شفرة محدش قدر يفكها. إحنا بره الكتالوج، إحنا يعني خارج قوانين الطبيعة يا دكتور علي، فاللي حصل من قبل المصريين في وقت حرب أكتوبر لا ده مهم جدا إن إحنا نحلله علشان نفهم قد إيه إن لكل معركة رجالها ولكل زمان معركته، وبالتالي الناس دي ازاي قدرت انها تقف
أمام هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، زي ما احنا برضو بعد ثورة 30 من يونيو وقفنا في ظروف اقتصادية برضو صعبة، وبالتالي عايزة أحلل مع حضرتك دكتور علي الظروف اللي عاشها المصريين في فترة حرب أكتوبر وصولا إلى الظروف الاقتصادية اللي احنا عشناها برضو في 30 يونيو، وجه الشبه. طبعا الاقتصاد في فتره حرب 6 اكتوبر طبعا كان وضع يعني غايه طبعا في الصعوبه، اهالينا طبعا في هذه الفتره تحملوا وضع صعب جدا، لان اصعب حاجه ان الاقتصاد يتحول الى اقتصاد حرب، يعني بمعنى ان الاولويه للحرب وللانفاق العسكري، وده طبعا بيأثر بشكل كبير على مستوى معيشه الشعوب، وطبعا اثر على مستوى المعيشه في الوقت دوت في الموارد والامكانيات اللي كانت موجوده. يعني خلينا نقول حتى على مستوى السلع الاستهلاكيه، يعني خلينا نقول ان الموضوع ما كانش مطالب بان حد يقدر يجيب كميات في بيته، لا، احنا كنا بنتحدث عن القليل اللي هو يقدر يحرك ويمشي الاسره لفترات قليلة، وده كان وضع طبعا غاية في الصعوبة، لكن كل الشعب المصري كان بيتحمل من منطلق ان هو عاوز فعلا يحرر الارض، عاوز فعلا ينتصر فيها، فكل واحد من بيته من مكانه من مدرسته من شغله بيقدر ازاي ان هو يساعد، يعني مش مهم احنا حتى ناكل ونشرب، بس المهم ان الجيش المصري ينتصر في هذه المعركه، وده كان جزء مهم جدا. لكن لو احنا بنتحدث عن وضع اقتصادي، لا طبعا كان وضع غايه في الصعوبه، مستويات معيشه كانت طبعا صعبه جدا. فكره بقى ان احنا كمان كان عندنا كتير من المصانع وعمليات الانتاج كان فيها طبعا كثير من المعوقات والمشاكل، فكره الاستثمارات لو احنا بنتحدث على استثمارات اجنبيه دي كان فيها يمكن مشاكل كمان، برضه مش هظلم الفتره السبعينات لان ما قبل ذلك كان في مشاكل مرتبطه بالتاميم والمصادره وخلافه، من هذه الامور اثرت على الاستثمارات الاجنبيه في هذا الوقت، فبالتالي كانت جمله من المشاكل. ومش عاوزين برضه ننسى ان احنا جينا او مرينا فتره كان فيها حاله من حالات عدم الاستقرار، يعني احنا مش بنتحدث بس عن فتره 6 اكتوبر، لكن احنا كان عندنا ما قبلها برضه مشاكل. صحيح. فاحنا بنتحدث ان الشعب ده مش تحمل بس حتى الخمس ست سنين، لا ده هو كان في حقبه زمنيه كانت للاسف الشديد كلها يعني صراعات، وكانت مواجهه لاقتصادات كبرى ومشاكل مع وحروب مع اقتصادات كبرى، سواء بقى بنتحدث عن عدوان سويسي، مشاكل في التأميم، قناة السويس، يعني دي كلها كانت طبعا مرحلة اثبات ذات طبعا، اثبات ذات دولة والدولة قدرت ان هي تستمر بشعبها وباصرارها، لان برضه ما فيش شعب في الدنيا يتحمل ويبقى عنده الاصرار ان هو يواجه كل الصعوبات ديت، وان هو كمان مع مشاكل في مستويات المعيشه، مشاكل في عدم الاستقرار اللي كان موجود عسكريا والحروب اللي الدوله كانت، لكن كان الكل بيتكاتف وكل كان بيتعاون. وعلى فكره يمكن حضرتك ذكرتي نقطه مهمه جدا، فكره الجينات، لا احنا دايما الجينات دي مستمره معانا، حتى في مواجهه الازمات ومواجهه الصعاب، لا احنا بنقدر ان احنا نواجه وبنقدر ان احنا نتخطى اللي ممكن يكون دول كتيرة جدا ما قدرت ان هي تتخطاه، وده على فكرة لما نيجي حتى نبص على العالم كله، مش هقول على منطقة معينة، لا الدولة المصرية لو حد يرجع لتاريخها ويرجع للصعوبات اللي مرت بيها كانت دايما مقبرة للغزاة، كانت دايما بتقدر تتخطى وبنرجع اقوى من الاول، بنرجع اقوى من الاول لان احنا عندنا ايمان بقدراتنا، عندنا ايمان ان احنا فعلا نقدر نبقى احسن ونبقى افضل ونبقى قد الدنيا زي ما سياده الرئيس دايما بياكد، وده علشان فعلا في جينات مستمره وفي فعلا جهد بيتم بذله، ولو حتى جت علينا فترات ممكن يكون فيها بعض الصعوبات شويه، بعض المؤامرات، بعض الدول اللي بتحاول ان هي يعني تعمل نوع من انواع عدم الاستقرار، لكن الدوله عندها من الدرايه ومن الحكمه ان هي تقدر تتخطى هذه الامور، وفكره ان احنا كمان يبقى عندنا رؤيه نتحرك عليها، ده كان جزء مهم جدا. احنا دايما كنا بنتكلم على الماضي بنتكلم على الحاضر، لكن دايما كان بتغيب عننا فكره الرؤيه، ان انا يبقى عندي رؤيه مستقبليه، بقينا عندنا رؤيه 2030 وبنقدر نعدل منها ان احنا نبقى الافضل، وابتدينا كمان ده احنا ابتدينا نشارك افريقيا في رؤيه 2063، يعني حتى حطينا افريقيا كمان على فكره ان يبقى عندها رؤى مستقبليه نقدر ان احنا نتحرك عليها، وان احنا يبقى عندنا هدف واضح خرجنا وفري. من مزنق الخطه الخمسيه الى المستقبل الابعد. بالظبط، وده جزء مهم بالزبط. عشان حتى
جزء مرتبط بالتوقعات بالنسبه للاقتصاد المصري والدوله المصريه. دايما المستثمر مش بيبص على الوقت الحاضر، مش هتقدر تبني طول ما انت بتبص تحت رجليك. الخمس سنين قريبه لازم تبقى بتستشف الدوله المصريه بعد 10 سنين هيبقى شكلها ايه. التوسع العمراني، يعني احنا كنا بنستغل حوالي يعني ما يقرب 6% من مساحه مصر، احنا دلوقتي تخطينا 7.2%. طيب. نقطه ال 10 سنين دي تخليني اسالك سؤال مهم. لو حبينا نحط رؤوس اقلام لفكره الاستشراف الاقتصادي للمستقبل، ان انا ابني دوله، حضرتك اتكلمت على 10 سنين، لو قدرنا نحسب من 10 سنين من سنه 13 الى سنه 23 اللي احنا فاضل لنا عليها سنتين، لو حطينا رؤوس اقلام للعمليه الاقتصاديه اللي خلتنا النهارده بتقدر تعمل الانفاق دي، بتقدر تعمل بحر البقر عشان تستصلح 400,000 فدان تشتغل كمان بالظبط. فانت عندك مراحل اقتصاديه كتيره مريت بيها من دوله الاحتياط النقد الاجنبي بتاعها في الارض 17 وكان متوقع ان هو يقل عن كده يعني كمان. اظن ان هو كان في قرب 15 كمان. حضرتك اكيد ادرى مني بالارقام. فلو رؤوس اقلام للمراحل اللي مرينا بيها من 13 الى حد يومنا هذا. طيب خلينا نبدا. طبعا احنا كنا خارجين من فتره يعني فتره صعبه جدا، عدم استقرار سياسي، عدم استقرار امني، توقعات سلبيه بشان التصنيف الائتماني للاقتصادي المصري، هروب لرؤوس الاموال الاجنبيه، دي كلها كانت مشاكل كنا بنعاني منها. لكن فكره ان احنا يبقى عندنا اصرار ان احنا نعمل برنامج اصلاح اقتصادي قوي، وان الدوله يكون عندها فعلا خطه طموحه للاصلاح الاقتصادي، ده كان مرتبط بجزئيتين، جزء بقوه ومتانة البرنامج دوت والإصرار على تنفيذه، وجزء تاني مرتبط بأن الشعب المصري يتعاون في تنفيذ هذه الإصلاحات. ودي جزئية على فكرة غاية في الأهمية. ليه؟ لأن احنا عندنا تجارب كتير على مستوى العالم. خليني أقول تجربة الاقتصاد الفرنسي على سبيل المثال، لما فكر بس أن هو يضيف ضرائب على المحروقات، إزاي أن البلد حصل فيها مشاكل أمنية كبيرة جدا. ففكرة أن يكون الشعب عنده الوعي وعنده الرغبه فعلا لتنفيذ هذه الاصلاحات، ده كان رهان مهم جدا. وعشان كده دايما رئيس الجمهوريه بياكد على ان المواطن المصري هو البطل الحقيقي في هذه الاصلاحات. ولولا الوعي ولولا المشاركه ولولا التضحيه اللي قام بها المواطن المصري، ما كناش هنقدر نعمل اي حاجه من الاصلاحات الاقتصاديه، وما كناش هنقدر ان احنا نواجه بعد كده صعوبات ابرزها طبعا جائحه كورونا اللي ما زالت مستمره واللي اثرت طبعا على الاقتصاد العالمي. فاحنا بنتحدث عن برنامج اصلاح اقتصادي، ومش اصلاح اقتصادي برنامج ثلاث سنوات، لكن احنا بنتحدث عن اصلاحات اقتصاديه اصبحت مستمره. موازي ليها اصلاحات على الجانب الاجتماعي، تنميه بشريه، ازاي ان انا عندي ملفات زي التعليم والصحه ابتدي ان انا اتحرك عليهم، ادخر استثمارات اكتر، ان انا اهتم بجوده التعليم، جوده الصحه. وبرضو عشان يبقى كلامي واضح، انا مش بتحدث ان احنا هنعمل يعني طفره في يوم وليله، لكن هي بتبقى خطه. احنا بنعالج مشاكل عقود، مش بعالج مشاكل سنه او سنتين. فاحنا لما بنبتدي نتحرك على جانب اجتماعي، ابتدينا نتحرك على الجزء الخاص بالاصلاحات الاقتصاديه، ودايما الاثنين مرتبطين ببعض، لان ما ينفعش اتحدث عن اصلاحات اقتصاديه وانا بترك الجانب الاجتماعي. على فكره احنا كان عندنا مشاكل بقالها فعلا اكتر من 30 سنه، مشاكل مزمنة فعلا. قضيه العشوائيات صحيح، دي قضيه مش بتاعت سنه ولا اتنين، لا احنا بقالنا 40 سنه شايفين العشوائيات دي وشايفينها بتكبر قدامنا وبتتوسع، واحنا ما كانش الدوله للاسف بتتصدى لهذا الامر في ذلك الوقت التصدي المطلوب. لكن ابتدينا ان احنا نشوف لا مدن جديده وبيتم انشائها وبيتم عندنا مشكله تانية كانت مرتبطه بالاسكان الاجتماعي. أنا فاكر الزعيم عادل إمام في الثمانينات كان ليه فيلم بيتحدث عن إن مفيش شقق والمواطنين مش لاقيين شقق، كان يكون في الشارع، كان يكون في الشارع. إزاي إن أنت دلوقتي يجي رئيس الجمهورية بمنتهى المصداقية يقول أي مواطن بيحتاج وحدة سكنية هيلاقي، وده جزء مهم جدا. طب نقارن تعداد السكاني، نقارن حجم التكاليف، نقارن وضع مختلف جدا من دلوقتي عن ما كان عليه في 30 عام. فبالتالي مع اصلاحات اقتصاديه، مشاركه لمؤسسات دوليه زي الصندوق والبنك وما يتبعه من مؤسسات اخرى، ابتدينا ان احنا نتحرك. وبرده في نقطه مهمه، انا كدوله ما اقدرش ان انا اتحرك لوحدي على الاصلاحات، لازم يبقى جنبي
القطاع الخاص، وده اللي الدولة كانت بتأكد عليه، مشاركة القطاع الخاص، ازاي ان لازم يبقى مشارك في عملية التنمية، أهمية وجوده، وده كانت رسالة مهمة جدا. لا احنا مش بنعمل إسكان عشان مش عاوز قطاع خاص، انا مش بعمل صناعة عشان مش لا احنا بنشارك بعض، بنكمل بعض علشان الدولة المصرية تبقى في وضع أفضل. احنا بنعمل نوع من أنواع تهيئة المناخ للقطاع الخاص، احنا بنذلل العقبات أمام القطاع الخاص، ودي كانت نقطة مهمة ورسالة مهمة جدا كانت تبقى موجود. دكتور علي فيما يتعلق بفكرة الرؤية، ويمكن ده اللي ممكن نربطه ما بين نصر أكتوبر ومعركتنا في زماننا في جيلنا، الرؤية، الإرادة والإدارة لمعركة زمان ومعركة الآن. دكتور علي نورتنا، بنشكرك دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، شرفتنا وكل سنة وحضرتك طيب. حضراتكم طيبين بخير، كنت سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم. شكرا. كل سنة وانتم طيبين بخير.